اهلا وسهلا بيكم مره تانية في الماتش. منورنا النجم الكبير اللي بيوحشنا من الوقت للوقت لما بيجي مصر. تعالى بسرعه الحقه قبل ما يسافر مره تانية. نجم الكره المصريه والمصري والاسماعيلي السابق الكابتن ياسر الشنواني سافرنا في لندن. كابتن ياسر منور الدنيا. ربنا يكرمك يا هاني، انت اللي منور دايما ومتالق دايما. شكرا على المقدمه الجميله دي، وانا دايما كنت سعيد ان اكون معاكم. اخبارك ايه؟ والله تمام، كله كويس؟ كله تمام. لندن عامله ايه؟ كويسة يعني، حر دلوقتي، حر ساعة شوية وحر حر شوية. عن أكيد مش حر عن هنا. لا، هو مشكلة لندن بس إن هي إيه، ممكن تشوف الفور سيزون في اليوم الواحد. شتاء وحر وكل حاجة، بس هو مشكلة لندن كمان إن الشمس أقرب شوية. أيوه، فدرجة حرارة مثلا 29 في لندن تبقى هنا زي مثلا 40. صح، لكن الوقت ده دلوقتي الجو حر، لكن برضو يعني مشكلة لندن إن الوقت ما تضمنوش، الجو ما تضمنوش. يعني ممكن يبقى فجأة دلوقتي حر وفجأة في مطر وكده، فتمام يعني. ربنا يقويكم. ربنا يخليك. الدوري في انجلترا السنه دي في البريمير ليج كان مجنون يعني، لحد كالعاده لحد الجوله الاخيره بنستنى مين اللي يحسمه. ارسنال السنه دي عكس السنه اللي فاتت صمد لحد النهايه، لكن مانشستر سيتي اللي توج للمره الرابعه على التوالي. شفت ازاي الصراع ده لحد الاخر؟ طبعا دايما احنا بنتكلم نقول ان الدوري الانجليزي هو اقوى دوري في العالم. ويعني السبب ان هو اقوى دوري في العالم ان هو لغايه اخر ثانيه مش قادر تعرف مين اللي هيحصل على الدوري، زي ما حصل ما بين مانشستر سيتي وارسنال. مش عارف مين اللي هيريليجيت للتشامبيونشيب، زي يعني كان تشيفل يونايتد خلاص اوكي، وبيرنلي اوكي، لكن لوتن تاون ونوتنغهام فورست مستنيين برضه نعرف مين اللي هينزل. لكن هو دي قوه البريمير ليج، قوة البريمير ليج بالاسماء اللي فيه اللعيبه، سواء اسماء المدربين، القيمه التسويقيه سواء للمدربين او اللاعبين. يعني حاجه يعني شوف البريمير ليج دلوقتي، رغم ان هو احنا دايما بنتكلم في الخمس دوريات الكبرى، الدوري الانجليزي هو اقوى دوري، لكن لو شفت من اول يعني مانشستر سيتي من الاول لغايه السادس مش هتلاقي ولا مدرب انجليزي. يبدا تلاقي مدرب انجليزي هو ايدي هاو في نيوكاسل، هو في المركز السابع. لكن هتشوف دلوقتي في البدايه هتلاقي جوارديولا اسباني، ارسنال ارتيتا اسباني، الثالث ليفربول الماني، بعد كده استون فيلا اوناي امري اسباني، بعد كده توتنهام بوستيكوغلو استرالي اصله يوناني، بعد كده تشيلسي بوتشيتينيو اللي ماشي زي ما شفت في المقدمه. وبعد كده تلاقي نيوكاسل تلاقي مدرب انجليزي. رغم ان ما فيش ولا مدرب انجليزي من الاول للسادس، لكن دوري فعلا هو اقوى دوري في العالم. بالنتائج، بالقيمه التسويقيه، بكل حاجه. لكن بالنظر للترتيبه اللي انت قلتها دي والجنسيات، هل المدرب الاسباني مكتسح في الفتره دي في الكره العالميه على مستوى المدربين؟ طبعا. يعني اكبر دليل على كده، سيبك من جوارديولا، دي رابع مره على التوالي للبريمير ليج. مظبوط. سيبك من كل ده، احنا بنشوف دلوقتي تشابي الونسو ايه اللي عامله مع باير ليفركوزن. يعني مفاجاه كبيره جدا ان تقعد موسم كامل بدون هزيمه، ودلوقتي في النهائي بتاع اليوروبا ليج، فده في حد ذاتها نجاح كبير جدا للمدربين الاسبان. وانا شفت في المقدمه انت بتقول ان فعلا لاعبي خط الوسط هم ليهم يعني تحس ان هم فكرهم عالي قوي. يعني رؤيتهم بالظبط، الرؤيه بتاعتهم مختلفه جدا، فده بتفرق معاهم جدا لما يكون مدرب، سواء على مستوى جوارديولا او على تشابي الونسو. المنافسه اللي لحد النهايه دي شفت ازاي تفاصيلها؟ وفي ناس انا منهم الحقيقه صعبان عليهم ارسنال يعني السنه دي. انا من الناس اللي صعبان عليا ارسنال جدا. انا كان نفسي ان ارسنال يكسب الدوري عشان النني. عشان حتى كان في ناس كتير بتتكلم بتقول ان هو لو حتى النني كسب الدوري، يعني ارسنال كسب الدوري، مش هتحسب للنني. لكن في النهايه هتحسب له ان هو كان لاعب في القايمه فعلا. في ارسنال، بصرف النظر عن عدد مباريات لعبها وعدد دقائق لعبها، لكن هو كان لاعب في ارسنال، فكان نفسي ان ارسنال ياخد ده. لكن هو اللي فرق مع ارسنال مباراه استون فيلا. يعني لو كان ارسنال فاز خسارة، لان كانت يعني كان خساره 2-0 في ملعبه، لكن كان واضح جدا، انا كنت موجود في المباراه، كان واضح جدا الارهاق على اللعيبه. يعني بين هايت ما كانش قادر يمشي. يعني فعلا كان لازم، يعني لعيبه زي اوديجارد كان لازم ارتيتا يريحه، لكن بيلعبوا كتير، كان بتلعب بيرني، بتلعب لوتن تاون، بتلعب انديه يعني صغيره جدا، مش لازم يلعب اوديجارد 80 دقيقه. فده اللي فرق كتير جدا. هي قائمه ارسنال السنه دي احسن من قائمه السنه اللي فاتت، لكن برضو لما تحط القائمتين بتاعت ارسنال وسيتي تلاقي العمق واضح في سيتي، فيحسب لارسنال ان هو كمل لحد النهايه على امل انه ياخد البطوله برضو بالقايمه دي قدام الفرق المتوحشه دي. طبعا اي فرقه، يعني نجاح، سبب نجاح اي فريق انه يكون عنده بنش كويس. فهو جوارديولا عنده بنش كويس جدا، وده ساعده جدا، سواء في الموسم الماضي او في الموسم ده. لكن ارسنال ما تلاقيش عندك يعني البديل اللي يقدر يعمل لك فارق. ما تقدرش لما يكون حد يعني يجي له اصابه ان حد يعوض ده. يعني انت عندك ان الموسم ده
اوديجارد لو كان اتصاب كان هتبقى مشكله كبيره. تلاقي حد في المكان ده بلاي ميكر بالشكل ده بالظبط. ديكلان رايس عمل فرق كبير جدا جدا صح. كبير جدا 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 فرق شاسع فرق ايجابي جدا مع ارسنال. في حاله برضو ان هو كان يتصاب كان هتبقى مشكله لان بارتي كمان كان بعيد جدا جدا جدا. كان دي فرصه ممكن يقدر يدي للنني لكن ما حصلش نصيب. وكنت اتمنى ان ارسنال يفوز لان يعني انت يعني لا تتخيل في لندن بالذات جماهير ارسنال عامله ازاي والشحن ويعني وكل الحروب الكرويه ما بين ارسنال وتوتنهام ومانشستر يونايتد والجماهير ما بينهم من بعض. لكن يعني النصيب في الاخر ان حصل ومانشستر سيتي. الناس كانت بتقول ايه في الشارع يوم ماتش توتنهام مع مانشستر سيتي في لندن؟ هل كان جمهور توتنهام اللي في المدرجات كان بيشجع سيتي عشان ما ينفعش ارسنال ياخد الدوري من خلالنا؟ كان ده باين لك في الشارع يعني كنت شايف ان جمهور توتنهام يا رب اخسر النهارده عشان ارسنال ما ياخدش الدوري؟ يعني كان باين لي في الشارع وباين لي في الشغل عندي يعني انا في ناس كتير قوي بتشجع توتنهام لكن عندهم يحصل اي حاجه لكن ارسنال ما ياخدش الدوري سواء جماهير توتنهام سواء جماهير مانشستر يونايتد كله مش عايز ارسنال ياخد الدوري يحصل اي حاجه لكن المهم ان ارسنال ما ياخدش الدوري. لكن هو دايما هو في عداء كروي دايما ما بينهم بعض حتى في الاغاني حتى في التشجيع سواء من توتنهام هوتسبيرس او سواء من ارسنال. لكن الاساسي ان كان كله بيقول يحصل اي حاجه اخسر مش مهم الا المهم ان ارسنال ما ياخدش الدوري. بوستيكوجلو بعد الخساره من مانشستر سيتي وهو في التمهيد المباراه اللي بعدها قال ان دي أسوأ خساره في حياتي. اتكلم على الاجواء يعني فكره ان هو بيتكلم مع اللعيبه بيحفزهم بينما الجمهور في المدرجات عايزهم يخسروا وان هو يبقى عامل شوط اول كويس. حكى عن المنظومه دي وقال ان هو يعني وترته وقال ان انا كنت عايش في ضغط غير طبيعي. متخيل المدرب اللي عايش الاجواء دي وهو في اول موسم؟ شفت ازاي مسيرته عموما وشفت ازاي الموقف اللي عاش فيه؟ هو انجلوس بوستيكوجلو الاسترالي اللي هو من اصل يوناني يعني يحسب له ان هو مسك فرقه بحجم توتنهام هوتسبيرس واول تجربه ليه في البريمير ليج يعني ان يكون يعمل نتائج كده مع توتنهام. لكن النقطه ان فعلا يكون هو عايز يعمل حاجه نتيجه كويسه لان هو كان بيحاول ان هو ينافس ان هو يقرب من استون فيلا ويحقق ويقلص فرق يقلص فرق النقاط عشان يقدر يشارك في البطوله الاوروبيه. لكن كون ان هو حاسس ان الجماهير لان الجماهير دايما بتبقى الدعم الاساسي سواء في اي سواء في الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي حتى في الدوري المصري. يعني بنشوف جماهير الزمالك بتعمل ايه مع الزمالك شايفين جماهير الاهلي بتعمل ايه مع الاهلي جماهير الانديه الشعبيه. لكن كون ان انت يبقى عندك هدف ان انت عايز تحقق نتيجه ايجابيه بحيث ان انت توصل للبطوله الاوروبيه وتقرب من استون فيلا وتحاول انك تعمل نتيجه كويسه وفي نفس الوقت الجمهور عايزك تخسر لان هو مش عايزين ارسنال فدي يعني حاجه شد وجذب وحاجه تاثر تاثير سلبي جدا طبعا على المدرب, على المدرب. لكن جدا لكن انا في تقديري الشخصي ان تجربه بوستيكوجلو عموما في الدوري الانجليزي تعتبر الى حد ما ناجحه لان برضه بيتعامل مع فرقه كبيره جدا واسم كبير جدا سواء على مستوى البريمير ليج على مستوى نورث لندن. طيب رودري كان معمول معاه انترفيو بعد التتويج باللقب بعد الفوز في اخر مباراه على ويست هام وقال ان الفرق بيننا وبين ارسنال اللي عملوا موسم تاريخي رائع هنا بيتكلم على العقليه فبيسالوا المراسل على ليه يعني فبيقول ان لما جم يلعبونا هنا في ملعب الاتحاد كان كل اللي حاطينه في بالهم ان هم ازاي يخرجوا معانا متعادلين فاحنا بينما احنا بندور على الفوز هم عايزين التعادل فاحنا قلنا تمام اتعادلوا معانا لو انتوا عايزين كده وتعالوا شوفوا بقى عقليتنا هتخلينا ازاي نكسب السبع ثمان ماتشات اللي بعد كده. ناس زعلت من التصريح ده وقالت حاسس ان هو في تقليل من ارسنال. لكن انا بسالك انت هل شايف ان العقليه كانت سبب وراء ان سيتي توج في النهايه بالدوري؟ طبعا يعني اتفق مع التصريح بتاع رودري لكن خلينا نتفق ان ارسنال اتغير كتير جدا يعني ارتيتا عمل فعلا طفره كبيره جدا في ارسنال. طبعا اخذت وقت كام سنه اللي هو فيهم لكن كل الخبرات وكل الوقت اللي هو قضاه مع جوارديولا استفاد منه كبير جدا قدر ان هو يبني فرقه. العقليه اختلفت لكن مش هتوصل لعقليه مانشستر سيتي وهو ده اللي فرق يعني متفق معاه عشان كده لان عقليه مانشستر سيتي هي فعلا عقليه البطوله بس يعني هو ما كسبش ارسنال السنه دي سيتي اتغلب مره وتعادل مره بالظبط لكن العقليه فعلا عقليه ارسنال اختلفت لكن ما وصلتش لدرجه العقليه البطوله بتاعه وده اللي حصل الموسم الماضي والموسم ده رغم ان الموسم ده
يعتبر احسن من الموسم الماضي يعني جداً. ارسنال الموسم الماضي كان متربع على القمه يعني 90% من من الدوري، لكن في النهايه برضو خسروا من بدري، لكن احنا فضلنا لغايه اخر مباراه، فده في حد ذاته عقليه ولا امكانيات نجاح. هي الاثنين مع بعض مع بعض، لان امكانيات زي ما قلنا عنده بنش كويس جدا، عنده لعيبه خبرتها كبيره جدا، يعني احنا لو قارنا خبرات لعيبه مانشستر سيتي بخبرات لعيبه ارسنال اكيد يعني الكفه في صالح مانشستر سيتي. مظبوط. لكن انا شايف ان ارتيتا الى حد ما نجح كتير جدا، الفتره الجايه هيكون احسن. زي ما بنتكلم على انجلوس بوستكوغلو مع توتنهام، الموسم الماضي الموسم الجاي هيكون افضل بالنسبه. ايه اللي محتاجه ارسنال عشان ياخد الدوري السنه الجايه؟ ارسنال يعني ايه المراكز اللي محتاج يركز فيها؟ محتاج كبير جدا سترايكر، محتاج هداف. يعني ارسنال عندك لعيبه كتيره جدا، عندك اوديجر، عندك مارتينيلي، عندك ديكن رايس، عندك لعيبه كتير جدا، لكن عايز حد يترجم كل. لو حضرت مباريات ارسنال هتلاقي ان ارسنال بيخلق فرص كتير جدا، لكن عايزين حد يقدر ان هو يترجم اهداف. يعني في ناس بتظهر بس على فترات زي البلجيكي تروشارد، مارتينيلي، اوديجارد، لكن جابريل جيسوس كان هايل مع مانشستر سيتي، يعني اقل شويه مع ارسنال، لكن انت محتاج انك هداف يقدر يترجم لك كل الفرص دي لجوان، تفرق معك كتير جدا. يعني لا يفتى وياسر في المدينه لما تيجي الحديث عن محمد النني، صديقه وحبيبه واخوه، لكن هحكي كده حاجه صغيره قوي. اول ما اعلن محمد النني عن ان خلاص مسيرته مع ارسنال بعد كل هذه السنوات بتنتهي، سألته، لأنه كان في كلام كتير ما بين أنه هيعتزل ولا هيروح الخليج ولا هيرجع الأهلي ولا هيروح أوروبا، فسألته إيه اعتزال؟ قال لي لسه بدري قوي يا هاني، وقالها لي كده بالطريقة دي، يعني اللي أنت بتقوله ده. قلت له طب فين؟ قال لي لا لسه والله بشوف. فبسأل بقى ياسر الشنواني نفسه، بما أننا خلاص عرفنا المعلومة الأولى أن مسيرة النني مع الكرة مستمرة إن شاء الله، رايح فين؟ مبدئيا يعني لما أنت قلت هاني، أنا علاقتي بالنني، أنا النني يعني مش صاحبي ولا حاجه، انني اكنه ابني. مظبوط. فانا يعني انا بحبه جدا، وانا دايما داعم ليه وهفضل داعم ليه دايما. لكن انا شايف ان النني فعلا يعني رده كان رد صح، ان هو لسه بدري على موضوع الاعتزال. لكن انا شايف المسيره اللي عملها النني مع ارسنال، انا شايفها ان هي ناجحه بكل المقاييس، رغم عدم اللعب كتير، لكن كون ان في لعيب مصري يبقى في ارسنال لمده 8 سنوات فدي في حد ذاتها كبير جدا. كلام اللعيبه عنه، كلام ارتيتا عنه، كلام المسؤولين واصحاب النادي عن النني، حتى يعني لما خلاص قرر ان هو هيمشي، يعني الكلام اللي قالوه عنه والتصريحات، فدي في حد ذاتها حاجه كويسه جدا. لكن انا شايف انني لسه قدامه برضو يعني ان شاء الله فتره في الكوره، لكن لغايه دلوقتي لسه مش متضحه. يعني نفس الكلام، هو في كذا عروض، في كذا عرض، في انجلترا وفي بره انجلترا، لكن تركيا، في تركيا اساسي، لان هو لما الفتره اللي راحها اعاره لبشكتاش كان ادى اداء كويس جدا، والناس يعني بيحبوه جدا. فلسه في كذا حاجه، فان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هتبدا تتطور. الاهلي من ضمن الاوبشنز؟ في كلام كتير عن الاهلي، بس ما اعتقدش ان النني هيجي مصر دلوقتي. والله لان خلاص عقليه النني مع الاحتراف، سواء في بازل في سويسرا او في كل الثمان سنين ده في ارسنال، فدي في حد ذاتها هتخليه لسه هيكمل بره، خصوصا ان كمان النني عنده عمل نادي دلوقتي. فدي في حد ذاتها برضو دي حاجه كويسه جدا، كون ان واحد لعيب. ايه طموحه مع النادي؟ طبعا طموحه مع النادي ان النادي يوصل، يعني النادي لسه في بدايته دلوقتي، عمل اكاديميه وبعد كده عمل نادي، فالنادي ده يعني انا رحت وشفته هناك، ف يعني حاجه على اعلى مستوى، حاجه بفكر عالي جدا، بفكر احترافي كبير جدا، فانا شايف ان هيكون ان شاء الله تكلل بالنجاح. فهو كل الخبره اللي اخذها في الفتره، سواء في بازل في سويسرا، سواء في مع ارسنال، بيحاول يطبقها، بالاضافه لان حاجه مهمه جدا، كل الخبرات اللي هو معجب جدا بطريقه ارتيتا، يعني طريقة كمدير فني. تمام. فأخذ منه خبرات كبيرة جدا جدا. وهو لما أخذ الدورة كان هو وتشاكا، حتى أرتيتا اتكلم عن النني وقال إن هو فعلا هيبقى مدرب كويس جدا. فأنا طيب. شايف إن دي هتفرق. أنا مش مختلف معاك خالص في إن هي مسيرته مع أرسنال نفسها ممكن جدا وصفها بالناجح، لأن هي فعلا ناجحة. لكن كنت قريت بوست، وأنا آسف مش فاكر مين اللي كتبه، بس كان على الجانب الآخر بيقول إن النني لو كان طموحا أكتر من كده كان ممكن مسيرته مع ارسنال نفسها تبقى اقوى من كده. بيتكلم في انه حتى بانه رضى بمقاعد البدلاء وبدور اللاعب اللي بيعرف يلم الفرقه اكتر من انه يطور من نفسه من خلال رحلات اعاره يشارك فيها اكتر مع فرق بتوفر له تطور في المستوى، فيرجع ارسنال
يبقى في مركز ثابت في نص الملعب. فهو بيتكلم انه مسيرة ناجحة لكنها افتقدت للطموح اللي يخليها انجح. تتفق ولا تختلف؟ اولا البوست ده انا كنت كاتب، انت حتى لو متفق هتختلف. لا 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 مش عارف مش كده خالص. لا انا هو البوست ده انا كنت منزل بوست وحد علق عليه قال لي كده، قال لي الطموح ده. فالطموح بيفرق في ايه؟ لما يكون واحد يعني سواء عنده طموح او ما عندوش طموح ممكن يكون فيه داخل فيه شويه كسل شويه. لكن انا شايف، انا بقول ان مسيره ناجحه رغم ان الفتره الاخيره ما لعبش كتير مع اوناي ايمري، برده ما لعبش كتير، لكن اوناي ايمري كان عنده مشكله، شايف ان هو بيتمرن كويس جدا ويجي بعد التمرين يقعد معاه ويقول له انا عايز اقعد اتكلم معاك، ويقول له انت بتعمل اقصى مجهود في التمرين، وبعدين يجي بعد كده يطلعه بره السكور. فدي بتفرق. لكن الطموح ان هو بيعمل اللي عليه، الراجل بيعمل اللي عليه، لكن في النهايه ده الشغل الاحترافي. ان في النهايه هو المدرب اللي يقرر تلعب ولا ما تلعبش، تبقى موجود في السكور وانت مش موجود. لكن انا شايف انني في خلال الثمان سنين ما قصرش خالص في شغله. كان بيتمرن كويس جدا، كان بيعمل كل الحاجات المطلوبه ليه، كان بيعمل شغل كبير جدا في اوضه اللبس، وده كل الكلام عليه سواء اللاعبين او سواء ارتيتا. فانا شايف مين اقرب لاعب ليه في ارسنال؟ هم اللعيبه كلهم بيحبوه الصراحه. لكن انا شايف ان كان اوزيل كان قريب جدا من نني لما كان موجود، يعني كان اوزيل. وبعدين اوزيل نني عامل له احلى اسيست في تاريخ ده، ده, ده, ده اجمد اسيست في العالم، جول المزيكا ده بتاع ده مش ممكن ترقص ثلاثة ف مع المطره كده والكرة عماله تتنط واللعيبه بتتساقط ارضا وهو عمال يرقصهم. لا يعني هو علاقته كويسه. انا كنت مره في مباراه وكان معاه مالك ابنه، وفوجئت ان هو مطلع من شات، كان ديكلان رايس عطى الجيرسي بتاع منتخب انجلترا باسمه لمالك، هديه لمالك. فده دليل على ان الناس فعلا بتحبه، وعلاقته كبيره جدا وقويه جدا. وبعدين حافظ تاريخ ارسنال، كنت لسه شايف له مسابقه عاملها هو وزينتشينكو. زينتشينكو ايوه. كان مين الثالث؟ مش فاكر. كان هو زينتشينكو وتقريبا تومياسو. تومياسو صح؟ فالارسنال نني كان سابقهم، والهداف التاريخي يروح هو اللي حاطط الاجابه، مين قول لنا خمسه من الفريق الذي لا يقهر بتاع 2004 هو اللي جاوب. فكان فنني حافظ يعني نجم من نجوم ارسنال، تاريخ ارسنال هو حافظه، كان بتفرق جدا في يحب ارسنال. بتفرق جدا في الاحتراف لما تكون بتلعب في نادي وانت في نفس الوقت بتحب النادي. صح. فنني بيحب ارسنال. مظبوط. طيب قبل ما نسيب الملف الدوري الانجليزي عشان نستعرض بعض ارقام الدوري الانجليزي، عايز اسالك عن بوتشيتينو. النهارده رحل عن تدريب تشيلسي، هل كانت مفاجاه بالنسبه لك ولا امر متوقع؟ مفاجاه كبيره جدا. مفاجاه كبيره جدا، لان خلاص احنا شفنا تشيلسي حتى الموسم الماضي، تشيلسي كان في الميركاتو الشتوي يعني لوحده هو دافع فلوس اكتر من كل اللي دفعته الانديه الانجليزيه في الميركاتو الشتوي كلها مع بعض. دلوقتي احنا شايفين رابع او خامس مدرب تشيلسي يغير. النتائج الاخيره لبوتشيتينو كانت الى حد ما مرضيه لتشيلسي. لكن مفاجاه ان هو يمشي. لكن انا اعرفه على المستوى الشخصي، شخصيه محترمه جدا، شخصيه كويسه جدا، فكره عالي جدا في الكوره. لكن كانت بالنسبه لي مفاجاه. ولا خلاص مشينا موسم بالشكل ده ونشوف بقى مدرب يبدا معانا بعد كميه الصفقات اللي اتعملت، يكون فكره مختلف، وخصوصا انه العلاقه اللي بينه وبين الجمهور ما كانتش افضل حاجه على مستوى التقييم الجماهيري ليه. طبعا انا متفق على العلاقه اللي بينه وبين الجمهور مش احسن حاجه. لكن انا شايف ان كان بوتشيتينو خلاص جه كان المفروض يكمل الموسم القادم. لكن دلوقتي التغيير الكتير، ودي احد الاسباب اللي خلت تشيلسي ان هو يوصل للدرجه دي. تشيلسي دايما كان على منصه التتويج او قريب من منصه التتويج، بيشارك دايما في بطولات اوروبا سواء في الشامبيونز ليج او في اليوروبا ليج. لكن كون تشيلسي يبقى في المركز السادس في الاخر، السادس لكن بس اغلب الموسم كان في النص الثاني من الجدول، يعني هو الانتصارات اللي في الاخر دي اللي عدلت الدنيا. لا شويه بالظبط، لان كان لو كان تشيلسي ما عملش النتائج دي كان تشيلسي كان في وضع وحش جدا. لكن انا شايف ان السبب الرئيسي اللي بيحصل تشيلسي في الفتره دي، الفتره الاخيره، ان هي تغييرات كتير جدا. فانا كنت شايف ان بوتشيتينو لو قعد كان هيفرق كتير جدا، كان هيفرق كتير. حتى لو القايمه دي يطلع منها نتائج احسن، اكيد كان هيعمل نتائج احسن. خلاص انت المدرب كل ما بتقعد اكتر مع الفريق بتحصل علاقه قويه ما بينه وبين اللعيبه. لكن انا شايف ان بوتشيتينو هو مدرب كويس جدا، حتى مع باريس سان جيرمان كان مدرب كويس جدا. لكن برضو تفرق يعني حاجه سلبيه ان العلاقه ما بينه والجمهور مش احسن حاجه. طيب
مين مدرب تفتكر ممكن يمسك تشيلسي؟ في كلام كتير جدا ان توماس توخيل يرجع تاني، بس برضه توماس توخيل برضه مشكلته ان هو علاقته ما بينه وبين اللعيبه مش كويسه. يعني دايما توماس توخيل عنده مشكله ان هو ممكن يجرح في اللعيب، يجرح يعني، ممكن بيتنرفز كتير جدا وتصريحاته بتكون كبيره جدا، وممكن يتنرفز سواء على اللعيبه او على اصحاب النادي. وبعدين طبعا احنا عارفين ان اصحاب الانديه الكبيره سواء تشيلسي سواء توتنهام سواء ارسنال سواء ليفربول، كل دي ناس يعني الى حد ما ملهاش كتير في الكوره. دي عباره عن رجال اعمال، بيزنس مان، كل اللي في دماغهم ان هو موضوع الفلوس. عشان كده كان في ناس كتير بتتكلم هل صلاح يمشي بالليفربول، هل صلاح هيكمل، هل صلاح مش عارف. لكن خلينا نعرف ان الناس دي كلها بتفكر اولا بيزنس وبعد كده كوره. طب هو صلاح مكمل مع ليفربول؟ هو اخر تصريح لصلاح ان هو مكمل، لكن انا ده الناس اعتبرته تلميح. لكن هي مش رساله واضحه انه لكن مكمل. انا في رايي الشخصي ان هم مش هيخلوا صلاح يكمل لغايه انتهاء عقده، لان صلاح عقده هينتهي 2025 السنه الجايه. فاستحاله ان انت عندك لعيب بحجم صلاح بكل الاحصائيات والارقام اللي عملها صلاح بالعروض اللي بتيجي لصلاح وتخليه يمشي فري ماديا منه. لازم انت جبت صلاح ب 40 مليون، وكان اول ما جبته من روما قلت ان ازاي احنا ندفع في لعيب مصري 40 مليون؟ شوف دلوقتي جايب لك كام؟ اضعاف ال 40 مليون. مظبوط. فانت اكيد استحاله، وانت بفكر رجل اعمال استحاله هتسيبه يمشي فري. فين؟ يعني الموسم الماضي او في الميركاتو الاخير كان كله بيتكلم على السعوديه، لكن انا شايف ان الموضوع ده بعيد جدا عن صلاح. ليه؟ بعيد جدا لاسباب كتير جدا. الموضوع مش موضوع فلوس، لكن لو احنا حسبناها دلوقتي في الدوري السعودي، دوري قوي جدا عنده كل الامكانيات وكل حاجه، لكن هات لي كل الاسماء اللعيبه الاسماء الكبيره. بنزيما هل هو سعيد في السعوديه؟ ده النهارده على ذكر بنزيما احدى الصحف الاسبانيه اتكلمت على ان بنزيما عايز يمشي من السعوديه، بس طبعا بما انه في احد انديه صندوق الاستثمار فعقده المستمر لسه السنتين جايين، لازم يبقى موافقه ان يعني الانتقال الوحيد اللي ينفع يحصل له انه ينتقل من نادي الاتحاد الى نادي في الدوري السعودي. وبالتالي هو بالنسبه له الحاجه الوحيده بحسب التقرير اللي تقنع اداره الاتحاد السعودي ان هي تسيبه ويطلع بره، لان هو مش مبسوط في السعوديه. بيقول ان الدوري مش قوي وانه الفاسيلتيز مش ممتازه لسه ولسه محتاجين كتير. الحاجه الوحيده اللي شايف ان هي ممكن تقنع اداره الاتحاد ان هي تسيبه هي ان هم يجيبوا محمد صلاح، فيبقى خلاص احنا هنمشي بنزيما بس جايبين صلاح. ده توقع الشبكه يعني. فهل نتوقع احنا كمان ان صلاح يروح؟ ممكن يحصل، بس انا في توقعي الشخصي ان صعب ان صلاح يروح السعوديه. لان في ناس كتير، يعني مثلا على سبيل المثال مين في يعني حد كان له تجربه في الدوري السعودي قريب من صلاح؟ هندرسون. يعني قعد معاه سنين كتير جدا. حصلوا مع بعض على البريمير ليج، حصلوا مع بعض على تشامبيونز ليج، شفنا هندرسون ما قدرش يقعد. بس تجربه الحياه مختلفه تماما بالنسبه طبعاً. لصلاح في بلد عربي أكيد مختلفة عن هندرسون في بلد عربي، خصوصا مع الأفكار. يعني أفكار هندرسون نفسها وهو رايح السعودية الناس قاعدة تقول له إزاي دي عكس أفكارك، يعني أفكاره اللي هي العادات والتقاليد. صلاح ما يعانيش نفس المعاناة. صح. مش بتكلم على الفنية، المعاناة المعيشية طبعا بتفرق كتير جدا. يعني لما حد يروح على سبيل المثال حد هنا من مصر، أنا مصري مسافر هروح أعيش في بلد عربي غير ما أروح أعيش في بلد أوروبي. مظبوط. هتفرق كتير جدا، لأن العادات والتقاليد والجو وكل حاجة هتبقى في صالحي لو رحت البلد عربي. لكن في بلد أجنبي أو بلد أوروبي هاخد فترة كبيرة جدا عشان أتأقلم مع كل الحاجات دي. فهو ده اللي حصل مع هندرسون، لكن صلاح ممكن تفرق كتير جدا معاه إن هو يروح. طيب. السعودية، لكن أنا شايف في رأيي الشخصي إنها صعب شوية. طيب قبل ما نسيب إنجلترا، بس مش عارف أنت عايز تعلق ولا مش عايز، بس هتعلق. انت راجل عايش في انجلترا بقالك سنين كتيره جدا، اكتر من سنين محمد صلاح في انجلترا، اللي عايش بقاله كتير في انجلترا. شفنا المشهد الختامي في مباراه الانفيلد، وقت السلام ما بين الاسر واللاعبين والمدربين واللاعبين وبعضهم البعض. شفت الصوره اللي جمعت ما بين يورجن كلوب في وجود صلاح وزوجته؟ شفت ردود الفعل اللي حاصله عالميا محليا، يعني اقصد هل ليك تعليق على القصه وردود الفعل عليها ولا لا تعليق؟ لا 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 ممكن اعلق، ما فيش مشكله. يعني خلاص الواحد اتعود بقى عشان السنين بره دي، فتقدر تقول اللي انت عايزه. اتفضل. انا ممكن تعليق من ناحيتين. في ناس كتير بتشوفها انها حاجه عاديه جدا، لان في اوروبا دي فعلا حاجه عاديه جدا. لكن احنا عاداتنا وتقاليدنا ان ده ما ينفعش. يعني انا شايف في رايي الشخصي، لكن الاجمالي عندي في رايي الشخصي المفروض ده ما كانش يحصل. يعني رغم ان انا بقالي سنين كتير جدا بره،
لكن انا لو في الوضع ده انا مش هعمل الوضع ده. ده رايي الشخصي، ممكن اكون، ممكن الناس تتفق معاه ممكن الناس تختلف. ماذا لو كنت في نجوميه محمد صلاح في وضعه هو؟ يعني انا، انت بتتكلم عن دلوقتي انتوا اتنين نفس الوضع على مستوى المعيشه في الخارج كويس. لكن على مستوى النجوميه اللي واصل لها محمد صلاح، و هل ده ممكن يبرر ولا لا تتفق برضه؟ انا مش بتكلم على النجوميه ولا لا، انا بتكلم على نفسي انا كياسر كشخص. تمام. لكن رايي انا الشخصي سواء انا نجوميتي صفر او انا اكبر نجم في العالم، رايي انا الشخصي رغم ان ده في اوروبا عادي. رايي انا الشخصي، رايي انا الشخصي، ودي نقطه مهمه، رايي انا الشخصي ان انا مش ما يحصلش كده، انا مش هقبل ان يحصل كده سواء انا نجم او مش نجم. لكن عشان برضو الامور تتضح للناس ان الحاجات اللي بتحصل دي في اوروبا عادي جدا ان يحصل كده، لانها لا تمثل، لان السلام، السلام السلام كده، والحاجات دي زي تمثل سلاما، لا زي بالظبط لما اجي اشوفك واسلم عليك بايدك. هي عندهم كده ما فيهاش اي حاجه. تمام. بعيده كل البعد عن الحاجات، لكن انا بقول على رايي الشخصي انا كياسر. تمام، مفهوم تماما. يلا بينا نشوف سريعا اهم ارقام الدوري الانجليزي قبل ما نختم فقرتنا. يلا بينا اهم الارقام النهارده. نتائج مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي كانت 38 مباراه، كسب 28 منهم، اتعادل في 7 واتغلب في 3. هو اقوى خط هجوم ب 96 هدفا، هداف الدوري هو مهاجم سيتي هالاند ب 27 هدف للسنه الثانيه على التوالي. مانشستر توج بالدوري العاشر في تاريخه، هو الرابع على التوالي. اخر 7 مواسم حقق 6، تخطى سيتي ب 35 عدد القاب تشيلسي المعتمده. مانشستر سيتي 29 تخطى عدد القاب تشيلسي الرسميه. حقق نصف عدد بطولات مانشستر سيتي طوال تاريخه، ده جوارديولا بقى 17. عادل عدد القاب مورينيو وفينجر مجتمعين في الدوري 6، كل واحد واخد 3. توج بالدوري 12 مره في اخر 15 سنه، نصهم مع السيتي. توج بثلاثه مع في اسبانيا، 3 في المانيا، 3 4 في انجلترا، وتستمر المسيره العبقريه لجوارديولا. اما افضل لاعب في الدوري الانجليزي فودن، فشارك في 35 مباراه، سجل 19 وصنع 8، توج بجائزه افضل لاعب في البريمير ليج. شفت قائمه منتخب انجلترا النهارده في اليورو؟ خرج منها راشفورد، عامله جدل كبير ما بين هل يستحق انه يستبعد بسبب ان مسيرته مع يونايتد السنه دي مش احسن حاجه، ولا لا ده كان المفروض يروح بما ان مسيرته مع منتخب انجلترا دايما بتكون كويسه. صح، اتفق مع الراي الثاني ان هو كان لازم يروح. لازم يروح لان مسيرته مع منتخب انجلترا فيها ارقام واحصائيات كبيره جدا، لكن مانشستر يونايتد على المستوى العام وحش جدا. فدي ما تفرق، المفروض انها ما تاثرش تاثير سلبي على اختيار اللعيبه. فانا شايف ان راشفورد كان المفروض يبقى موجود مع منتخب انجلترا، لان في علامه استفهام كبيره جدا نبقى نتكلم عليها في مره ثانيه. ساوث جيت يعني بصراحه، يعني انا مش عارف هو لغايه دلوقتي قاعد في منتخب انجلترا كل السنين دي ازاي، وبيتعامل مع النجوم دي ازاي. فهنشوف اللي هيحصل، نشوف المره اللي جايه. كابتن ياسر نورتني وشرفتني، ودايما بكون مستمتع باللقاء معاك والقعده معاك. ده انا دايما نكون مستمتع باللقاء معاك يا هاني، وان شاء الله باذن الله مزيد من النجاح والتالق ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا كابتن ياسر، ونشوفك على خير ان شاء الله. بعد الفاصل الكابتن رامي ربيع نجم الكره المصريه والنادي الاهلي السابق، هو ضيف حضراتكم، خليكم موجودين معانا.